تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أنا اليوم موجود بالمتحف السرياني بمدينة أربيل. هذا المتحف اللي يحتوي على عدد كبير من الآثار اللي ترجع للمكون السرياني وأيضا ترجع لبقية المكونات العراقية. في هذا التقرير راح آخذكم بجولة داخل هذا المتحف للتعرف على الآثار اللي موجودة داخل المتحف. يعني يزورنا عدد من المواطنين متحف التراث السرياني من كافة الأطياف ومن كافة المدن مختلف الأقطار. يزورون المتحف، يتذكرون الأشياء القديمة والمقتنيات ويسترجعون ذكرياتهم. يعني المتحف التراث، وإحنا هنا موجود عندنا شروحات بأربع لغات اللي هي السرياني، الكردي، العربي والإنجليزي. فالزائر هنا من يزور المتحف التراث السرياني، احنا كموظفات المتحف بنشرح لك جزء بسيط، وهو طبعا الزائر يسترجع ذكريات متحف التراث السرياني. المتحف تم افتتاحه من 2009، كانت بنايتنا غير هاي البناية. بعدين ويا مرور السنوات سوينا بناية وتم افتتاح هذا المتحف 2011، والأغراض عن طريق عوائل قدرت تساعدنا إنه تقدم لنا قسم من عندها، قدمت لنا إياه على شكل هدايا، وقسم لا يعني بفلوس اشتريناه. هذا الجزء اللي أنا موجود به هسه يتضمن المستلزمات المنزلية، المستلزمات اللي كانوا المسيحيين يستخدموها بحياتهم اليومية. جزء كبير من هاي المستلزمات المنزلية تم جمعها بهذا المتحف ويتم عرضها أمام الزائرين اللي بشكل يومي يجون لهذا المتحف. واحدة من أجزاء المتحف هو هذا الجزء اللي يحتوي على عدد كبير من الملابس السريانية القديمة. هاي الملابس السريانية القديمة هي للمكون المسيحي في مختلف مناطق العراق، فنشوف عدد كبير من هاي الملابس تم وضعها بهذا المكان داخل المتحف. المتحف يحتوي على عدد كبير من الأغراض التراثية للمكون السرياني الموجود بعموم العراق. هذه هي واحدة من الأقسام اللي موجودة، اللي هي من الأقسام البارزة، وهي قسم مساهمة المرأة. مجموعة من النساء قاموا بصناعة هاي الأغراض اللي هي تعبر عن أشياء تراثية قديمة كانوا السريانيين يستخدموها بحياتهم اليومية. فأنا راح أحاول أتكلم ويا إحدى الموظفات، هي ريتا شمعون، حتى هي تشرح لي على هذا الموضوع. اشرحي لي ست ريتا على بعض هاي الأغراض اللي موجودة اللي هي جزء من مساهمة المرأة. طبعا هنا هي مساهمة المرأة في الأعمال اليدوية، اللي هو يعتبر هذا ركن نسميه احنا دشنة. الدشنة هي هدية، فمن يجي الزائر من كافة الأطياف اللي هو خارج، خاصة ان اهل الخارج يحبون هذه المقتنيات القديمة. فهنا عندنا يعني هذا يعتبر الزي، هنا حضرتك مثل ما تشوف ويا الزي. هنا عندنا العلم العاثوري، هنا عندنا المسلات، مسلة حمورابي. وأيضا هذه الأعمال تتضمن عدة نساء قاموا بمشاركة في هذه الأعمال. نعم، أيضا إذا تشرحي لي على الحنة. هاي تعتبر صينية الحنة اللي يودوها للعروسة، يخلون بها حنة واللي تنخلي على الإيد يعني. نعم، هاي كلها عفوا، هاي هم أيضا تتضمن أعمالنا إحنا كبنات متحف التراث السرياني، اللي هو عندنا مهرجان بشهر نيسان دائما احنا مشاركين به. ف
فهذه هي المقتنيات متحف التراث السرياني. هاي جزء من المقتنيات اللي موجودة بهذا المكان، واللي هي مثل ما قلت تعبر عن التراث السرياني والعادات والتقاليد القديمة للمكون السرياني في عموم العراق، ليس فقط في مدينة أربيل.